الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، تصيبه المصائب، يصيبه الوباء، يصيبه المرض، يصيبه الهم والغم، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئا، ما عليه إلا الصبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على امرأة تبكي على ولد لها قد مات، وكانت قد خرجت عن طورها وعن حدود الشرع، بكات شوية بزيادة مما يخالف الشرع. فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اتق الله واصبري. بماذا ردت عليه؟ قالت له إليك عني، معناتها بعد عليا، فإنك لم تصب بمصيبتي. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. النبي صلى الله عليه وسلم راح وخلاها. فقالوا لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حبت تعتذر، ذهبت إلى بيته. فدخلت عليه فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها كلمة واحدة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. هذه المشاكل، هذه الغموم والهموم، هذه الابتلاءات كيف ندفعها؟ كيفاش تبعد عليك البلاء قبل أن يقع؟ كاين أمور حكى لنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أنفع بها نفسي وأنفع بها إخواني في هذا التسجيل، فكونوا معنا. أول أمر تدفع به البلاء أو تخفف البلاء إذا وقع، أو تدفع به البلاء إذا وقع، الصلاة. أي والله الصلاة شأنها عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، أي اشتد عليه أمر، يروح لفلان وفلان، أبدا فزع إلى الصلاة. تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته ودعائه وسجوده لربه سبحانه وتعالى. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسوف؟ وهو آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، جعلها ربنا جل وعلا لتخويف الناس. قال إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، كي تشوفوها افزعوا إلى الصلاة. فأعظم ما تدفع به البلاء أنك تتوضأ وتكبر وتصلي 2 ركعات لله جل وعلا بخشوع وبصدق، وتدعو الله تبارك وتعالى بشرف بيدفع عنك البلاء، وجربها فإن فيها الخير العظيم. الأمر الثاني الدعاء. إي والله الدعاء، إحنا ربما نستصغر الدعاء، ولكن والله الدعاء شأنه عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد، اسمع، يرد لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا نزل عليك البلاء، والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. إذا نزل عليك البلاء ولا مازال ما نزلش البلاء، ودائما تدعي الله تبارك وتعالى باش يصرف عنك الشر والهم والغم والوباء والأمراض والأسقام والبلاء، فإن هذا الدعاء ينفع. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ماذا نفعه؟ نفعه شيء واحد، الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صور يونس عليه السلام وهو في الحال التي عليها دائما يكرر هذا الدعاء حتى أنجاه الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء. شوف البلاء والدعاء ما يتلاقاش. إذا كنت أنت تغفل عن الدعاء ينزل عليك البلاء، إذا كنت أنت من المواظبين على الدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى لا يضرك الله تبارك وتعالى ببلاء قط إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث مما يدفع الله تبارك وتعالى به البلاء الاستغفار. نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، كان يعد له في المجلس الواحد دائما حوالي 70 مرة أو 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. إذا أكرم الله جل وعلا عبده وجعل لسانه رطبا بالاستغفار، هذا الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى لا يصيبه بلاء. لذلك قال الله جل وعلا وما كان الله معذبهم، علاش؟ وهم يستغفرون. نوح عليه السلام وش علم القوم دياله؟ علمهم دعاء يقولوه ربي ينفع ربي يدفع ويصرف عنهم أنواع من الابتلاءات.
القحط والسنا والجفاف وغيرها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كله يفعله الاستغفار. فالاستغفار يدفع الشر، الاستغفار يدفع عنك البلاء. إذا وأنت في سيارتك وأنت في بيتك وأنت في عملك، والله شيء سهل أنك تستغفر الله تبارك وتعالى. أنت راك تستغفر والشر راه يبعد عليك. ومما يدفع الله به البلاء، الأمر الرابع، صنائع المعروف، دير الخير وانساه. الإنسان دائما يدير الخير، هذا والله إن شاء الله تعالى لا يصيبه بلاء، وإن أصابه إن شاء الله يكون خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في غار حراء وأصابه ما أصابه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا بلاء عظيم. دليل على ذلك أنه لما ذهب إلى خديجة وش قال لها؟ والله لقد خشيت على نفسي. إذن هي مصيبة، هو بلاء. خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة الملهمة، قالت له كلمة واحدة، قالت له كلا والله، هي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الخير، كلها والله أعمال صالحة، كلها من المعروف، كلها من الخير الذي كان يوصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغير. إذا اللي يدير الخير ما يخافش. الأمر الخامس، الصدقة. الصدقة والله تدفع البلاء. المرض من أعظم البلاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندفعه بالصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم باش بالدواء بريزونتيبيوتيك بالتلقيح، أبدا، داووا مرضاكم بالصدقة. نعم، دير الأسباب، تداووا عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ولكن من أعظم الأدوية الإيمانية الربانية الروحانية هي الصدقة، فالصدقة تدفع البلاء وتدفع الوباء. الأمر السادس، أدعية علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل وأروع هذه الأدعية الدعاء، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني، أحفظ هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ومن أجل وأعظم الأدعية كذلك: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك. آمين آمين، اللهم استجب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.